merda. فريق قناة الباسيون مجينا حضر الماتش رجاء كونتر الدفاع حسني الجديدي. بالرغم من الإقصاء ديال رجاء كونتر الأهلي إلا أن جماهير رجاء جات وحجات الملعب وعمراته. ندخل نشوف الأجواء كي دايرة. يلا معانا. خويا مرحبا بك، الله يحفظك الله يبارك فيك. خويا اليوم انت جيتي تشوف الماتش ديال ماتش ديال راجا وجديده، كيفاش كتشوف هاد اليوم اللي دازو من نهار راجا سيرتو انهم كان اقصى موديل كنقولها موديل امام الاهلي المصري، كيفاش كتشوف هاد اليوم اللي غادا راجا؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله، مبارك على جميع المسلمين. فالصراحة الأداء ديال الرجاء ما كيبشرش بالخير صراحة، من نهار الهزيمة ديال الأهلي لازم النقرة لازم الموديل بهذه العبارة. أما الفريق الأهلي ما كانش في الطوب، الأهلي كيلعب كيعيش أزمة، أزمة نتائج صراحة، ولكن الطريقة مش لازم الفريق الرجاء اللي كتبين لأن الفريق كاين أسباب. أنا راه قلتها قبل ولكن غنعاود نكررها، الأسباب ديال إقصاء الرجاء والأسباب ديال هذا الشيء اللي كيدوز من الرجاء هو المكسب المسير الفاشل، مكسب مسير اللي ما قادش يسير فريق من حجم الرجاء. فين كاين المشكل بالضبط في الاداره ديال الفريق الرجاء؟ الاداره ديال الفريق الرجاء اولا كتبدا المشكل كيبدا بالرئيس. الرئيس جا جاب مدرب ماشي في مستوى ماشي من حجم الرجاء واقعيين. ايا قولوا الطاوسي مدرب كبير، قولوا الطاوسي مدرب كبير، ولكن الطاوسي خصو يكون في حجم فريق الرجاء. جيتي لفريق الرجاء خصك تكبر الطاوسي مع فريق الرجاء، او اكبر دليل هو كيماركي كيرجع الله. حنا بغينا نشوف الرجاء ديك التيكي تاكا، ديك التيكي تاكا اللي معروف بها فريق الرجاء من شحال هذه صراحه. ولينا كنشوف الرجاء كيماركي كيرجع الله. حنا بغينا الرجاء بغيت المتعه ديال دقه ديال هذه ديال ماركي ورجع الله. ما طراتش لنا غير مره مع الاهلي، طرات لنا في السوبر، طرات لنا عاوتاني في ربع النهائي. ديما كان ماركي وكان رجع الله كنروحوا في الماليح مدعوم. شوف فريق الرجاء انا كنهضر باسم الجماهير الرجاويه اللي كتعرف الكره، ماشي الجماهير الرجاويه اللي ما كتعرفش الكره، ماشي الجماهير الرجاويه اللي كتقول لك بدلوا الشابي. هذوك اللي قالوا بدلوا الشابي النتيجه والشابي ما كانش خاصو يمشي، ما كانش خاصو يمشي نهائيا، ما كانش خاص يعني يبيعوا ركائز اساسيه من حجم رحيم ومن حجم مالون ومن حجم حافظ يا عباد الله. عيب وعار بحال هاد الركائز تضيعهم وتبيعهم وانت مقبل على بزاف ديال الواجهات، هادشي لا كيخش لهاد العقل اللي عطانا الله. ولذلك الجمهور حتى هو كيتحمل المسؤوليه. الجمهور فاش فريق الرجاء البيضاوي فاش تباعت الركائز ودخلت العاقه للجيب، خاص الضغط من المكتب المسير. الضغط حنا ما كنقولوش شيرو من الحجار، ما كنقولوش سيرو جاو اللعاب، لا الضغط كاين طرق سلميه. الضغط كيبدا نمشيو حدا لونطريمون نضغطوا على المكتب المسير بطرق سلميه كيف كنقولوا. يضغطوا على المكتب المسير باش يجيبوا لعابه. الجمهور ترخى، شاف الانتصارات كازا في الراجل مزيانه، وفاش كتنتصر بلا اداء وفاش كتنتصر بلا اقناع النتيجه كتكون هي اقصى موديل امام الاهلي. اش نقول لك هاد الناس الرجاوي اللي جاو اليوم راه بغاو يشوفوا فريق ديال الراجل ديال شحال هادي، ديال دقه ديال تيكي تاكا ديال تيكي تاكا وديال دقه واليوم مربوح عدد من شكون هما هاد اللعاب؟ هاد اللعابه عندك شبيرة توخى حياته، عندك متولي خصو يجمع راسو، رغم ما نساوش هذاك الشيء اللي دار معنا مي خصو يجمع راسو. عندك مراجع العرجون الطواجن، عندك شبيرة عيقت شبيرة قلناه، نتمناو اليوم ننتصروا ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.